أخبار اليوم. حجزنا بنت أخت الراحل عبد الرحمن محافظ، برحب بيك بداية أخبار اليوم. أهلا بيك يا فندم. في البداية حجزنا بتكلمنا عن ذكرياتك مع العندليب عبد الرحمن محافظ. يعني ذكرياتنا كانت عبد الحليم بالنسبه لنا كان بمثابه الاب، واحنا عيلتنا قليله قوي، محمد شبانه، انا، ابتسام شبانه، اماني بنت شحاته ابو زيد، فكان عبد الحليم بيمثل لنا اب وكل حاجه كانت في حياتنا بصراحه. في ذكريات خاصه ربطتك بيه؟ يعني طبعا اكيد لحد ما كان بيتابع دروسنا، كان بيهتم قوي ان احنا نتعلم تعليم عالي، كان نفسه قوي يخرج محمد شبانه بره مصر ويعلمه ويوصله لمراحل كبيره قوي بالتعليم. طبعا ذكريات كلها ذكريات عائليه، يعني ذكريات يعني بتجمعنا بيه حب وموده، وكان بالنسبه لنا قدوه، كان كل حاجه بالنسبه لنا بصراحه. الفنان عبد الحليم حافظ مع الاسف ما تزوجش وما كانش ليه اولاد. حضرتك لما كان بيتعامل معاكي كان زي ما بيتعامل مع محمد كده، مثلا هو بيحب البنات اكتر او الاولاد اكتر، ولا بيحبكم انتوا زي بعض كده عن نفسه؟ ما كانش في فرق، احنا الاربعه كنا زي بعض، بس طبعا محمد كان مميز شويه باعتباره كان اصغر واحد فينا، فكان دايما بياخد دلع اكتر. يعني حضرتك الحاجه والدتك ما قالتلكيش ايه سبب ان هو ما اتجوزش وليه ما كملش حياته كده؟ هو عبد الحليم حب في حياته مره واحده وافتقدها انها توفت، ومن بعدها يعني حب بس ما رضاش يتجوز، يعني فضل محافظ على وفائه للزوجه اللي هي كان نفسه يتجوزها بس هو ما اتجوزهاش. طيب يا ترى في الكواليس كده في حاجات احنا ممكن نقولها للجمهور ما يعرفهاش؟ يعني مثلا ذكريات من والدتك تقول لك ان مثلا عبد الحليم كان بيعمل كذا وهو صغير او بيعمل حاجه ما حدش عارفها عنه؟ هي بتقول ان هو طول عمره يعني شخصيته شخصيه قويه، محب جدا للحياه، دايما عنده نظره تفاؤليه، حتى في عز مرضه ما كانش عمره عنده يأس، كان دايما عنده احساس بالحياه، احساس بالحب، احساس بالامل، فدي حاجات كانت بتميزه. وهو كان انسان يعني الناس يمكن مش عارفاه انه عمره ما تنكر، لان هو فلاح جاي من بيئه في الشرقيه، بيحب اهله، بيرعاهم، بيحافظ عليهم، فده برضو خلى يعني في صدق قوي بينه وبين جماهيره. عبد الحليم حافظ الله يرحمه يعني كان على المستوى يعني على المستوى الفني ظاهر لن تتكرر. ذكريات حضرتك لما بتيجي كل سنه، ايه المواقف الغريبه من محب عبد الحليم اللي انت مش ممكن تنسيها ابدا؟ زي ما حياتك شايفه كده البساتين، يعني بجد بشوف من كل ناس جايه من المغرب، ناس جايه من فرنسا، ناس جايه من السويد، ناس جايه من كل انحاء العالم، جايه مدفوعه بحب عبد الحليم. انا ما قلتلهاش تعالي، بس هي بتحبه قوي وبتبقى نفسها قوي تشارك اللحظه دي، وهم بيعتبروا اللحظه دي كانها عيد بالنسبه لهم. يعني لفت نظري ان في حد من عشاقه من العراق جاي على كرسي متحرك، يعني فاقد رجليه الاثنين، وبيجي مخصوص بيسافر ويجي كل ذكرى عشان خاطر يحضر الذكرى. اظن دي حاجه يعني بجد جميله. يعني حاجه زينب، هو طبعا الاحداث بتاعه الميه اللي اتسربت للحوش هنا، عرفنا ان حضرتك يعني وقفت لغايه ما خلصتيها والحمد لله اتصلحت، هل رجعت تاني وحصل حاجه؟ يا فندم الحمد لله اتصلحت كمقبره، انما هي ما اتصلحتش كمنطقه كان ليها جوفيه. احنا رفعنا وجبنا شركه عثمان احمد عثمان امل بكل الترتيبات، بس حضرتك اكيد المناطق الثانيه فيها ضرر، فاحنا بنخشى ان مع الوقت احنا ان شاء الله كده نعتبر عملنا زي غواصه في وسط مياه، بس مع الوقت لو الميه اتسربت مش عارفه احنا هنعمل ايه، فاحنا بنتمنى بس ان يعني ياخدوا بالهم ان الميه دي على فكره حلولها بسيطه قوي. ان عبد العظيم وزير الله يرحمه كان بيقول لك ان حلولها مش كتيره، يعني هي مجرد ان هم هيعملوا ابيار تسحب الميه، لحد دلوقتي ما يتمش اتخاذ اي اجراء تجاه الموضوع ده. تردد ان لما حصل التسريب بتاع المياه الجوفيه دوت، ان لما تم فتح المقبره ان انتوا وجدتوا جثمان العندليب عبد الحليم حافظ زي ما هو، حضرتك شفتي دوت او حد اكد لك المعلومه؟ لا ما شفتش ومحدش اكد لي. لا مش شفتش. اتكلمي مع الاستاذ محمد شبانه عن سعاد حسني، وهل بالفعل تزوجها؟ لا حضرتك سمعتي اي حاجه من والدتك تؤكد او تنفي ده؟ لا هو ما تزوجهاش، والدليل على كده حياتك تضارب الاقوال، الناس بتقول اتجوز، الناس بتقول ما اتجوزش، وفي الاخر لو في مقاله في اخبار النجوم للاستاذ عبد الله محمد يعني فند الموضوع من الاول لحد الاخر ان لم يتم الزواج، والكل دلوقتي بيقول ان لم يتم الزواج، فليه بيقولوا حاجه وفجاه دلوقتي بيسحبوها؟ حطوا الناس في دايره من التردد. هو فعلا حقيقي ما اتجوزهاش، هو حبها بس ما اتجوزهاش، هو كان يشرفه انه يتجوز سعاد حسني، ملايين البشر كانت تتمنى تتجوز سعاد حسني، بس حقيقي هو ما اتجوزهاش. حاجه زينب، في ناس كتير قوي النهارده اللي هنسجل معاهم تقريبا بيجمعوا على الطلب دوت، هم عايزين ان هم يحولوا شقه عبد الحليم لمتحف صغير
وعشان يقدروا يزوروه حتى لو يعني تذكره بسيطه او حاجه زي كده. فهل حضرتكم حاولتوا تكلموا حد في وزاره الثقافه او كده لتحويل شقه؟ حضرتك ما يعقلش ان شقه سكنيه تتحول لمتحف، انما احنا ممكن قوي ان الحكومه لو هي طلبت ان هي تعمل متحف لرموز الفن مش لعب حاليا، بس احنا مستعدين ان احنا نحط مقتنياته، بس استحاله ان شقه احنا قاعدين فيها تحول لمتحف. ازاي يعني؟ انا اساسا حضرتك بفتح الشقه واي محب من محبين عبد الحليم بيجوا يزوروا الشقه، بس مقتنياته مش كل الناس بقدر افتح لهم المقتنيات عشان تتفرج عليها. حضرتك عايشه عليها من الدواء؟ انا عايشه فيها انا وولادي. أيوة. طب يعني احنا كنا الاستاذ محمد شبالي قال ان شاء الله النهارده المفروض الساعه 5 حضرتك تفتحي الشقه للجمهور عشان يجوا ويشوفوها. فاتحينها من 8:30 الصبح، يعني في ناس جت 8:30 الصبح لحد الساعه 10 بالليل. وعلى فكره بنستقبل كل الناس اللي بتيجي من السعوديه او الكويت اي مكان جنسيات، على مدار السنه بندخل الناس كلها. طيب في النهايه حضرتك تقول لي ايه للفنان عبد الحليم حافظ؟ اقول له الله يرحمك يا رب بجد الحقنا بيك ان شاء الله في الفردوس الاعلى، وتكون في مكانه حلوه، وربنا يوريك كل خير زي ما انت وريت للناس كل حب وخير.